ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد. تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي من فوق الصفحه الرئيسيه الفيديوهات، قوائم التشغيل. اضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الدنيا متنظمه. اختار الفيديو اللي انت عايزه، اختار الجرامر اللي انت عايزه، اختار الصف اللي انت عايزه. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحيه الثانيه كلمه اشتراك لونها احمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق او قول بالانجلش، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك امكانية توصل لجميع اشعاراتنا. معناها ايه الكلام ده؟ معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول. لو انت مهتم بالفيديوهات التعليمية educational videos. النهاردة family and friends 5 unit 4 lesson 5. The title of the unit is our planet. عنوان الوحدة our planet، our صفة من صفات الملكية زي ما احنا قلنا. خلاص، وقلنا صفة الملكية بيجي وراها حاجة تملك. planet يعني كوكب، اولها كلمة plan يعني خطة او يخطط كفعل، واخرها كلمة net يعني شبكة. بطلع كلمات من الكلمة. طبعا احنا عندنا الفوكابلري اهو، انت هتكتب كله على السبورة، هتكتب فوكاب هتحفظه، والاكسرسايز طبعا هتكتبه، هتكتبه كله وايه، وهتحله قبل ما نحله علشان تختبر نفسك وتشوف انت بتحل صح ولا ايه، وتشوف احنا بنحل ازاي عشان تقيس بقى اي سؤال يجيلك تحل بالطريقة بتاعتنا. خلاص، مهم جدا النصايح دي. تمام، القطعة عندك الباسج تطلعها طبعا وتقراها واحدة واحدة، واي كلمة صعبة استخدم قاموس اونلاين وايه، وشوف المعاني الكلمات وايه، وحل معايا كده هو واشتغل. تمام، يلا كده هو ريبيت افتر مي، متقعدش تتفرج عليا كده، لا هات نوت بوك واشتغل معايا. ايوه كده تمام. يس، ريبيت افتر مي. ايكو هوم، ايكو هوم يعني منزل، صديق للبيئة. ايكو هوم. الكتريسيتي كهرباء، الكتريسيتي كهرباء. اي ال اي سي تي ار اي سي اي تي واي، اخرها كلمة سيري يعني مدينة. الكتريسيتي كهرباء، اتس ا ناون، ده اسم طبعا لازم تعرف. الكلمة دي عبارة عن ناون، ادجكتيف، ادفيرب، بريبوزيشن. طبعا لازم تعرف الحاجات دي كويس او تعرف البارتس اوف سبيتش، تعرف الكلمة دي عبارة عن ايه، مهم جدا. الترناتيف، alternative يعني بديل، alternative energy يعني طاقة بديلة، طاقة بديلة. alternative a l t e r n a t i v e alternative energy يعني طاقة. fossil fuels، yes repeat after me، fossil fuels وقود حفري. fossil fuels، fossil f o s s i l fuel يعني وقود، f u e l f u e l. تمام، solar panel، solar panel الواح شمسية، حواريكوا الصورة بتاعتها في الدرس بتاعنا. solar panel اللي احنا بنولد منها كهرباء. solar panel. beam عمود، beam عمود، b-e-a-m b-e-a-m. تمام، skylight، skylight نافذ الضوء. skylight اولها sky يعني السماء، ولايت يعني ضوء. sky s-k-y light l-i-g-h-t l-i-g-h-t. تمام، spring ايه ده؟ انت بتقول spring يعني ربيع، عندك حق، spring يعني ربيع، بس هنا في الباسج بتاعتنا القطعة معناها ينبع مية او جدول نهر صغير، spring. خلاص تمام. mud طينة، mud طينة. resources، resources مصادر، resources r e s o u r c e s resources. produce ينتج، ده فعل، produce ينتج، p r o d u c e p r o d u c e produce. the last word here harm يأذي، harm يأذي ده فعل، والفعل بيعبر عن حاجة بتحصل. تمام، in your book في الكتاب بتاعك، يلا افتح الكتاب. yes open your book page 42 صفحة 42. اشتغل معايا. بيقول لي هنا فوق skills time lesson 5 reading. look at the pictures and the title. who do you think lives in this house؟ تعتقد مين بيعيش في البيت ده؟ ها يلا فكر، شغل دماغك. what is this؟ ده ايه؟ yeah it's a solar panel زي ما قلت لكم، solar panel. تمام.
عفوا. This is, yeah, an eco home. What is this? Yeah, this is a skylight. نافذة الضوء اللي احنا قلنا عليها in the roof of the house. ايه؟ في سقف البيت. تمام. Let's read it together. طبعا وانت شغال طبعا تابع معايا، حط ايدك تحت الكلمة وشوف النصائح اللي بقولها كويس. القطعة دي لو عملنا فيها شغل صح هنقعد اسبوع نشتغل فيها. اي كلمة تجيلك اعرف معناها، اعرف عكسها ايه، اعرف الكلمة دي عبارة عن ايه، مفرد ولا جمع. خلاص اعرف الكلمة دي طبعا عكسها ايه، هتعرف حاجات كتير. تمام يلا كده مع بعض. An eco home، منزل صديق للبيئة. Martin Harris and his family live in an interesting house. Martin Harris وعيلته بيعيشوا في بيت شيق. It's an eco home، ده منزل صديق للبيئة. Eco homes don't harm the environment، المنازل الصديقة للبيئة لا تؤذي البيئة. They use alternative energy، بيستخدموا طاقة بديلة. They don't use fossil fuels like coal or oil, so they don't use up the planet's resources or produce dangerous gases. بيقول لي هنا بيستخدموا طاقة بديلة، هما ما بيستخدموش وقود حفري زي طبعا الفحم أو البنزين وكده. لذلك they don't use up the planet's resources، هما مش بيستهلكوا مصادر الكوكب ولا بينتجوا غازات خطيرة. دي المنازل صديقة البيئة. Paragraph 2. Yes, follow with me. تابع معايا. The eco home is in a hill in Wales. بيقول المنزل صديقة البيئة ده في تل في مدينة ويلز UK في المملكة المتحدة. It looks like a house in a film. شكله زي ايه، بيت في فيلم. Half of the house is underground. نص البيت تحت الأرض. Martin and his family started to build the house in March. Martin وعيلته بدأوا يبنوا البيت ده في مارس. And moved in at the end of July. وإيه عزلوا إيه في نهاية يوليو. The house was very cheap to build. المنزل كان رخيص جدا إن هم يبنوه. It has wooden beams and wooden floors. طبعا ايه ده، فيه ايه اعمده خشبيه وارضيه خشبيه. It has stone and mud walls and it has a skylight in the roof. بيقول لي ده طبعا في حجاره وطينه، طبعا صنعوا الحيطان من الحجاره والطينه، وكمان في نافذه ضوء في السقف زي ما وريتها لكم اهي، skylight. There are solar panels on the roof to make electricity for the light, CD player and computer. بيقول لي هنا يوجد ألواح شمسية في سقف البيت عشان يولدوا كهرباء. من أجل إيه؟ يولدوا كهرباء عشان يبقى فيه ضوء طبعاً وشغلوا طبعاً إيه الكمبيوتر والسي دي بلاير وكده. The family gets water from a spring and they burn wood to heat the house. العيلة طبعا بتستخدم المياه من ينبوع المياه من النهر الصغير ده، وهم بيحرقوا الخشب علشان ايه، يدفوا البيت. تمام. The last paragraph، اخر فقرة عندي. Martin and his wife Laura were working in a forest when they decided to build their eco home. لما قرروا يبنوا بيتهم ده اللي هو بيت صديق البيئة كانوا شغالين في الغابة. They wanted somewhere to live while they were working and they wanted to save energy. هم عاوزين مكان يشتغلوا ايه لما هم بيشتغلوا، عاوزين مكان يبقى قريب منهم ايه يعيشوا فيه لما كانوا شغالين ايه في طبعا في الغابة، وعاوزين كمان ان هم يوفروا طاقة. They thought their old house in the town was boring because it was the same as everyone else's house. هم اعتقدوا ان بيتهم القديم في المدينة كان ممل لان زي اي بيت حد تاني، عاوزين حاجة جديدة. خلاص هنا بيقول لي they thought، اعتقدوا الماضي من think، مهم جدا اي فعل في القطعة دي اطلعه واجيب اصله واجيب المصدر بتاعه، ده شغل تاني خالص. They wanted to live somewhere different and they liked the idea of living close to nature. هم ارادوا ان هم يعيشوا في مكان مختلف
وهم حبوا فكرة ايه؟ حبوا فكرة ان هم يعيشوا في مكان قريب من الطبيعة. close هنا مش معناها يغلق، هنا معناها قريب، close to قريب من. now they don't want to live anywhere else. دلوقتي هم عايشين في المنزل ده، مش عايزين يعيشوا في مكان تاني. Martin's family loves their home. عيلة إيه مارتن بتحب البيت ده. Because it helps the planet and it looks amazing. بيساعد البيئة، صديق للبيئة. وإيه طبعاً إيه شكله رائع. They think that eco homes are a great idea for everyone. بيعتقدوا إن المنزل صديق للبيئة طبعاً دي فكرة رائعة لإيه؟ لأي حد. تمام. Exercise 3. Read again and correct the words in bold. بيقول لي اقرا تاني وايه وصحح الكلمات اللي هي لونها غامق شويه دي. Number 2. Number 1 is already done. Eco homes don't use alternative fuels. ها alternative بالبولد عندي هنا اهو. ايه الكلمه الصح بتاعتها؟ ها بناء على القطعه يبقى yes. Eco homes don't use fossil fuels. وقود حفر صح، يبقى هكتب fossil. Number 3. Martin's home is in a forest in Wales. بيت مارتن في غابة في ويلز؟ لا. لو بصيت على القطعة هتلاقي الإجابة هيل في التل. Yes. 4, 5, 6 is your homework. أي حاجة صعبة هشوف ده في الكومنتس على طول. أوكي تمام. We have an exercise here. Let's answer it together. عندنا اكسرسايز تعال نحله كده مع بعض. انت اوريدي حليته، يلا اختبر نفسك وشوف نفسك بقى ايه بتحله ازاي. يس. اي سؤال يجيلك في الامتحان لازم تتبع النصايح اللي بقول عليها. اول حاجه بفتح عينيا كويس، ما بستعجلش، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف الترجمه، اشوف المفرد والجمع. خلاص اشوف حركاتك يا هولندا، تاثيراتك يا هولندا. خلي بالكم النصايح اللي بقول عليها. تمام. سؤال المحادثة بحله ازاي؟ اول حاجة اقرأ المحادثة 5-6 مرات عادي خالص. كل ما اقرأ اكتر الدنيا بتفك معايا، هكتشف حاجات جديدة. السؤال بيعرفني الاجابة والاجابة بتعرفني السؤال. اشوف اطراف المحادثة مين، ممكن كلمة تحت او جملة تحت لما ترجمها اعرف الاجابة فوق. خلاص يلا كده نحل مع بعض علشان ما نضيعش وقت. Do you try to help the environment؟ بتحاول تساعد البيئة؟ سيف رد عليه، هنا مجدي رد عليه. سيف دخل فيه شمال بسؤال تاني. مجدي I save water. سيف What do you think of eco homes؟ مجدي رد عليه. سيف دخل فيه شمال بسؤال رابع. مجدي رد عليه قال له I pick up litter. طبعا هتقراها في البيت او انت في الامتحان بتقراها 5-6 مرات قبل ما تحل. هنعمل ايه؟ يلا كده اهو، يلا نحل مع بعض. السؤال بيعرفني الاجابه. Do you try to help the environment؟ انت بتحاول تساعد البيئه؟ ها السؤال عندي انا بحدد نوعيه السؤال. السؤال مش بادئ بالاستفهام، يبقى جاوب يس ونو، لان السؤال بادئ بفعل مساعد معناها. يبقى بناء على قرايه القطعه يبقى يس. الاجابه يس مش نو. يبقى هقول ايه؟ ها يس I do. دي إجابة مختصرة. ممكن أقول Yes, I try to help the environment. خلاص إجابة كاملة عادي خالص. تمام. سيف دخل في شمال بسؤال تاني. هجيب السؤال ده منين؟ من الإجابة. I save water. أنا بحافظ على المية، أنا بوفر المية. مهم جدا نحافظ على المية، ما نصرفش في المية. هنعمل إيه؟ ها ممكن يقول له هاو، كيف يعني؟ هنا بيقول له انت بتحاول تساعد البيئه، قال له اه. هيقول له كيف هاو؟ ممكن اقول له وات دو يو دو. اي اجابه صح، اي سؤال مناسب. يبقى وات دو يو دو، ماذا تفعل؟ ممكن اكتب ايه؟ هاو، كيف. خلاص تمام. قال له اي سيف ووتر. تمام. وات دو يو ثينك اوف ايكو هومز؟ قال له ايه رايك في المنازل الصديقه للبيئه؟ ها الإجابة عندي مفتوحة، لأن هنا مفيش حاجة بتربطني. أكتب أي حاجة، ممكن أكتب they are great, they are beautiful, they don't harm the environment. أي إجابة ممكنة مناسبة للسؤال. يبقى على طول they
are great. هم رائعين. خلاص تمام. السؤال مناسب للإجابة والإجابة مناسبة للسؤال. آخر سؤال عندي هنا سؤال طبعا سيف هنا بيقول له سؤال مهم جدا. الإجابة I pick litter. أنا إيه بلتقط إيه الكمامة. أنا بجمع الكمامة يعني ما بحطش الكمامة طبعا إيه في الشارع برميها في الشارع. لا بيحطها in the litter bin in the garbage bin in the trash can. خلاص يبقى هيقول له إيه السؤال هنا هو المناسب للإجابة دي. ها ماذا تفعل لأنك أنت تساعد البيئة؟ هيقول له I pick up litter. يبقى what do you do. أنا بكون سؤال to help the environment. أنا سيفهام جبت السؤال ده إزاي؟ عند الإجابة I pick up litter. يبقى ماذا تفعل؟ أنا بكون سؤال مفيش فعل مساعد في الجملة. هعمل إيه؟ جبت فعل مساعد I تحول ليو وكمل باقي الجملة طبعا إيه حسب المعنى بتاعي. What do you do to help the environment. خلاص تمام حليت المحادثة بطريقة سهلة وبسيطة. تمام We have another exercise here. Let's answer it together. بيقول لي هنا form questions. كون سؤال. هعمل ايه؟ هقرأ جملة كويس ما بستعجلش. اشوف الكلمة اللي بين اقواس واشوف السؤال عايز ايه. طبعا هنا هو هو يعني من بترجمها واكتبها هو هو يعني من بترجم الجملة وترجم سؤالي بالعربي عشان ايه اعرف انزله بالانجليش. A TV crew has decided to make a program. هو يعني من يبقى من ها قرر ان هو يعمل برنامج. يبقى ايه اللي هيطلع بره؟ طبعا الشخص العاقل A TV crew. طالما هو يعني من بنسأل عن الفاعل هلاقيه في الاول الجملة بكتب الجملة زي ما هي يبقى هو عادي has decided to make a program. وحط ايه question mark علامة استفهام لازم اقفل جملتي. اراعي البنكتويشن كلمة حروفها جنب بعض وكل كلمة وتانية في مسافة. خلاص تمام. Number two, we saw a beach house on the sand. احنا شفنا beach house على الرملة. بيقول لي what يعني ما او ماذا. اكتبها وريح اعصابي. كتبتها اعمل ايه؟ اترجم السؤال بالعربي. هشوف هقول ايه بالعربي مهم جدا. ماذا ها رأيت على الرملة؟ واحد يعمل بقى استعجال ويطلع اخر كم كلمة. انت متعود في تكوين السؤال بيطلع اخر كلمة. لا انا بترجم السؤال ماذا رأيت على الرملة؟ ايه اللي طلع بره غصب عني؟ A beach house. مع السلامة تري مع عصافير. اللي جابه تطلع بره. انا بكون سؤال. ايه قاعدة تكوين السؤال؟ الاستفهام فعل مساعد فاعل فاعل فعل مساعد فاعل فاعل. في فعل مساعد عندي في الجملة؟ مفيش مفيش is مفيش are مفيش was مفيش where مفيش can could shall should will would must. مفيش افعال مساعدة مفيش افعال ناقصة. اعمل ايه؟ اجيب ايه من بره؟ يدو يا does يا did. هو ده اللي بجيبه من بره. ما روحش اجيب is عجباني ولا we اقول ايه we تحول you are وحاجات بتحصل. لا انا اللي بجيبه من بره يدو يا does يا did. ابص على الفعل. الفعل عندي في الماضي يبقى اجيب ايه؟ دو تطلع بره. does تطلع بره يبقى did على طول بتاعة الماضي. يبقى what did. انا بكون سؤال what did. ارجع واحد we تحول لايه؟ ليو. What did you ارجع الفعل لاصله see on the sand. ماذا رأيت على الرملة؟ طبعا الإجابة ايه؟ beach house. وكونت سؤالي بطريقة سهلة وبسيطة. وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورة الناحية التانية كلمة اشتراك لونها احمر. اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده. اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق او all بالانجلش. اضغط عليها لما تضغط هتلاقي الجرس عمل كده. معنى ايه الكلام ده؟ معنى انك فعلت الجرس. You have activated the bell.
when you activate the bell you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك إمكانية توصل لجميع إشاراتنا. معنى إيه الكلام ده؟ معنى أي فيديو جديد إحنا بنعمله هيظهر عندك في موبايل على طول لو أنت مهتم بالفيديوهات التعليمية educational videos. أشوفك على خير. فيديوهات جاية كتير لجميع المراحل جميع الصفوف جميع المناهج. Goodbye. مع السلامة.